ايه ده؟ ايه؟ مين دي؟ معرفش. ايه يا عم؟ وقعد تقول لي ابعت لك برجر وعرايس، ما هي واحدة اهي. مش عارف دي ازاي دخلت الاوتيل من غير ما حد يديني خبر، أكيد لسه جاية حالا. أنت بتسألني أنا؟ يلا بقى كلمها وقول لها إن المأذون جاهز. يا عم مش لما نتأكد الأول إذا كانت متجوزة ولا لأ، إيه ده شوية؟ ما تقطعش بقى غلاب، ماشية لوحدها اهي. الله دي عجبتك بقى. بصراحة هي حلوة. بس يعني قلقان يعني وخايف تكون متجوزة ومتخلعة مع جوزها وجاية طفشانة منه تبقى مصيبة. وأنت هتكلكعها ليه؟ طب إيه ده بس إيه ده؟ أنا هجيب لك آخرها. آخرها معايا. أدهم؟ أيوة. أنا اللي سكنتها في الفندق بس إيه؟ بمعجزة والله. إزاي؟ بينما كنت واقف في الريسبشن. لا الريسبشن كده. صباح الخير. صباح النور جدا. الاقي عندكم اوضه فاضيه بليز؟ حضرتك حاجزه؟ لا. طب حضرتك معاكي حد؟ لا. مش مهم تحجزي يا فندم، استاذ حضرتك بس ممكن البطاقه بس اشوفها؟ لا. باسبور معانا؟ باسبور برضو لا. كارنيه النادي وانا همشي الدنيا. لا والله عليك لا سكر، بس الحاجات دي كلها راحت فين يا ست بنات؟ نسيتهم في القاهره. طب اجيب لك حاجه تحلفي عليها ولا اعمل ايه؟ حضرتك يا صعبتيه عليا قوي. خلاص انا هشوف اوتيل تاني. باي. لا لا ثانيه يا فندم قبل باي وكده لا ما ينفعش، حضرتك برضو كيوت و... طب سؤال يا فندم. حضرتك معاكي سيم الجواز؟ لا انا اصلا مش متجوزه. دي احلى لا فيهم. نعم. قصدي يا فندم انا قعدت معايا واستشرتني فقلت ازاي اسيب بني ادمه جميله زي حضرتك كده كيوت ساذجه رايحه اوتيل من غير اي تحقيق شخصيه وتلف بقى على الاوتيلات يقول لك معاكي تحقيق شخصيه تقول لي لا يقول لك مش هتطلعي بره انت يرضيكي تعملي كده في اختك؟ لا انا عارف انت هتقولي لا بالظبط يا فندم. فانا بقى بالنيابه عني خدت قرار معايا ان انا اقعد حضرتك في الاوتيل على مسؤوليتي الشخصيه ويعني لو اترفدت ما تقلقيش انا هاخدني على جنب وراضيني. بس اهم حاجه يا فندم احنا مش متجوزين احنا سنجل. سنجل سنجل حلوه الدنيا سنجل. خلصني. ايه ده؟ عدنا بنت اتزان ايه؟ عقل ايه؟ بس بس مش مهم يعني هايله 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 اما جميعه. برافو برافو ادهم. برافو ايه يا عم انت؟ ده سكنها من غير ما ياخد منها بيانات شخصيه. يا مستر غلاب يا مستر غلاب حضرتك المفروض تكون اكتر واحد فهمت انا عملت كده ليه؟ فهمت ايه؟ هو عمل كده عشان اتكلم جد. انت ادهم يا نهار ابيض ادهم بيتغير لك على عروسه؟ انا بحبك قوي يا ادهم. ميرسي جدا يا فندم بس انا مش عامل زي حضرتك بقى واخد عموله والجو ده. لا احنا هنلقح على بعض يا ادهم. عيب عيب ده انت ابن ناس ومتربي هنلقح على بعض. حاضر يا فندم. مش قصدي مش قصدي غلاب. عرفت بقى اسمها ايه؟ عيب يا مستر فارس انت موقف اسيل 7 سنين في الريسبشن ده انا فخر غردقه. اسمها سلمى ومش متجوزه. سلمى؟ سلمى مش متجوزه كمان؟ مش متجوزه وسلمى. سلمى يا سلمى تعالي يلا ده انت بجد تجنني. عايز اقول لك حاجه انا. تعالي يلا ما تخافيش اطمني كلمه مزنوقه عندي. يلا تعالي يلا ده انت يا جماعه اسمع بقى الله في كلمه مزنوقه في بقي. يلا يلا الله الله ادهم عايز اقول كلمه يا ادهم. سوري مستر غالب اتفضل. لا اله الا الله. سوري اتفضل اتفضل سوري اتفضل. كنت عايز اقول لك يعني انك انت اخذتك من اول نظره ايه يعني خلاص قلتها. يلا 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 سوري يا جماعه والله بندمج انا اسف. صوتك حلو عامل ايه؟ خدتني من اول نظره سلك لي السكه بقى. لا اسف ارفض ارفض انط على اي شغل زميل برنس معاك. يعني ايه مش فاهم؟ يعني مش هينفع ما دام هو اللي سكنها لك هو اللي كمل المشروع. انا متفائل بيك قوي يا ادهم. يا فندم يعني ميرسي جدا على الاطراء الجميل بس انا ليا وجهه نظر. النوع بتاع سلمى ده بيحب الراجل اللي واثق في نفسه يخش هو يعمل كل حاجته يعني عارف حضرتك كده ايه من غير واسطه. في حاجه يا جماعه اكمل ولا ايه؟ اكمل عادي يعني من غير واسطه من غير عارف كده ما يبقى في حد في النص ما بينهم لان الاحساس بيبقى تقول على البدله يا جماعه انا بكمل كلامي فهو بيبقى ال سلمى يلا 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 ايه الفيلم ده؟ وريني كده مش شايف انا كده مش هشوف ما انا النضاره معظمه دي ولا ايه؟ بقول لك ايه؟ اجري هات لي سكينه حاميه بسرعه. ايه ده هو عرفت؟ عرفت ايه؟ والله انا اول مره اكون من اكل الجست بس انا كنت جعان.
بتاكل من اكل الجست؟ مش قصدك على كده، انا قصدك على 500 جنيه اللي خدتهم من الخزنه. وكمان سرقت 500 جنيه من الخزنه؟ ما هي كانت مفتوحه فانا كنت بقى. روح هات لي سكينه حاميه بسرعه، سكينه كبيره. هنسد حلو. انا عايز كده. معايا مطوه. مطوه؟ ايوه. ماشي بمطوه في الاوتيل ليه؟ استنى بس. يو. ده سلاح اخضر. هي دي المطوه بتاعتك؟ ايوه. ماشي. وماشي بيها ليه بقى؟ بيني وبينك. الاوتيل مسكون. مسكون؟ ايوه. صوتك ما تعليش صوتك كده. وعرفت منين؟ انا هقول لك، وانا ماشي بلاقي الشجر بيتهز. والبيبان بتفتح وتقفل لوحدها، لما باجي قدامه يفتح، امشي يقفل. حاضر، ربنا يشفيك يا ابو حامد. بص، مخصوم منك شهر عشان الجست وعشان 500 جنيه. خلاص ولا ولا؟ امشي امشي. مساء الخير يا فندم. تهيألي السكينة دي هتساعدك أكتر. شكرا. إيه ده؟ أنت بتقطعي الأكل حتت صغيرة؟ أنت مالك أنت؟ يعني أصلا لو ما مشيتش من قدامي دلوقتي أنا هخلي المدير بتاعك يجي ويرفدك. لا أنا ماليش مدير. أنا مدير نفسي. نعم يا أخويا. فارس قنديل صاحب الأوتيل. وصاحب الاوتيل جايب لي السكينه بنفسه يعني؟ يعني انا ما بعملش كده مع اي حد عشان خاطرك انت بس. ميرسي. بس برضه لسه ما عرفتش انت ليه بتقطعي الاكل حتت صغيره؟ انا بحب اقطع كل حاجه في حياتي صغيره كده. مش معقول. انا كمان كده. ده غريبه قوي. لا لا حول ولا قوه الا بالله، وانا تحت امرهم عشان يقولوا لي لازم تجهز في خمس دقائق. بعدين في الكهرباء اللي مكهرباني نهاري دي هالصبح. ادخل. ايه يا مولانا، انت لسه ما خلصتش؟ خلصت اهو يا سيدي. طب يلا يا مولانا، العريس والعروسه قربوا يخلصوا غدا. هو انا هتجوزهم ولا هجيب لهم الحلو؟ والله انت اللي حلو يا مولانا، انجز بقى. انجز اهو. مبروك يا عم، عقدتك اتحلت خلاص. عقبال ما تتحل عقدتي انا كمان. ايه وتتجوز وتديني تيبس؟ اهو النقي ده اللي بيبوظ الجوازه كل مره. لا ما تقلقش يا مولانا، الموضوع المره دي ماشي زي السكينه في الحلاوه. متأكد؟ اي يو ار شور؟ عيب عليك يا مولانا، ده انا سعيد. عمري قلت لك حاجه وحصلت؟ ابدا. شفت بقى؟ يعني اكلم ام العيال اقول لها تجهز العشاء الليله دي. ايوه، خليها تستناك على العشاء، بس ما تحددش انهي ليله. الله ينور عليك، حددت المشكله. يلا يا مولانا بقى، عايزين نفرح شويه. يلا. هو يوم بس يوم بس هو ايه؟ هو يوم بس يوم بس. خلاص يلا اتفضل قدام. يلا يا مولانا. انت ليه جاي الغردقه لوحدك؟ بابي مات من اسبوعين. البقاء لله. ما قدرتش اقعد في البيت لوحدي فجيت. طب ومامتك؟ الله يرحمها بقى، يعني ماتت وانا صغيره، بس بابي كان كل حياتي. I'm sorry. واضح كمان ان مالكيش اخوات، والا كان زمانه يبقى معاكي اخ او اخت، مش كده؟ ماليش، لا عندي عم واحد فرح قوي بالميراث اللي بابي سابهولي. انا بكره الناس اللي بتحب الفلوس، بكره الناس الماديه، بكرههم. انت بتكحي كتير ليه؟ انت عيان ولا ايه؟ لا 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 لا، انا كويس، انا كويس، انا مش عيان ولا حاجه. بس ليه ما فكرتيش يعني ترتبطي او تتجوزي بعد ما بابا مات؟ هو مين اللي هيعوضني عنه؟ ها؟ مين؟ مين هيعوضني عنه؟ ما هقول لك، بس على فكره انت ممكن تقولي الجمله يعني بشكل تاني برضه، ممكن تقلبي الطريقه. يعني هو مين اللي هيعوضني عنه؟ اهو كده، انت. انا ايوه. على فكره بقى، ممكن ربنا يكون جايبك الغردقه مخصوص عشان تقابليني. عارفه ليه؟ عشان ممكن نتجوز. تتجوزني؟ وبسرعه. ايوه بس انا، انت ما بتعرفش عني حاجه. لا بصي، انا عرفت كل اللي يهمني. بتقطع اللحمه حتت صغيره بتزعقي كده وبتقلبي الحاجات يعني خلاص مش محتاج حاجه. ايوه بس انا ما اعرفش اي حاجه عنك. ساعتين زمن هتعرفي عني كل حاجه. بعد ما تعرفي كل حاجه هنتجوز على طول. انا عمري ما شفت جوازه بالسرعه دي بصراحه. على فكره عادي، احنا كده ممكن ندخل موسوعه جينيس، اسرع جوازه في العالم. موت بابا صعب.
ساعتين زمن هتعرفي عني كل حاجة، بعد ما تعرفي كل حاجة نتجوز على طول. ألو؟ أيوة فارس. أنا فكرت في اللي أنت قلت عليه ووافقت. لا بس في حاجات لازم نتفق عليها الأول. ما هو مش هينفع في التليفون. بص أنا هقولك على المكان اللي إحنا هنتقابل فيه. طيب بس البس بدلة الفرح بس وبسرعة. باي. لا في احلى. فريده بحبك ما بتحبنيش، وانا من غيرك ما بعرفش اعيش، وحبك زي ما نعيش ما نعيش. ايه يا اخي حرام عليك، ده انا كنت خلاص قربت اكل اي حاجه بتمشي قصادي. الفراخ البانيه اللي انت طلبتها. تسلم. بسم الله لا حول ولا قوه الا بالله، حسبي الله ونعم الوكيل. يا سعيد كل ده عشان ما رضيتش اجيب لك وجبه تانية على حسابي، مش كده يا عم؟ لا خلاص، حركات دي بيت متعود عليها منك من زمان. امال ايه؟ حادثة اتوبيس المنيا بالسياحه. اتوبيس مجانين. نعم مش فاهم. شويه مجانين هربوا من عنبر الحياه الخطره، وهم بينقلوهم الفرع الجديد لمستشفى المجانين. هربوا ازاي؟ الاتوبيس عطل فجاه، سهوا الدكتور والتمرجي وخمسه منهم هربوا. ما جابوهمش حد دلوقتي؟ لا لسه مطلوقين في الشوارع. بس يا ترستو يا رب. الحمد لله ان ده حصل في المنيا ما حصلش هنا. الله اعلم. في ناس شافوا منهم اتنين راكبين اتوبيس البحر الاحمر، فالظاهر هيجوا كده هنا الغردقه يقضوا لهم يومين. يقضوا ديوس. ما ايه اللي انت بتقوله ده يا ابني؟ يعني يغيروا جو بدل المستشفيات اللي هم قاعدين فيها ديت. بقول لك يا سعيد، انا مش عايز حد في الفندق يسمع الكلام ده، انت فاهم؟ ليه؟ اوعى تكون انت اللي هربتهم من المستشفى. هربتهم ايه يا عبيط انت؟ انا مش عايز افضل اقول الكلام ده في الفندق ونعمل زعر وقلق ومش ناقصه اصلا. طب ادعي كده ليه الصبح؟ لا ما فيش حاجه. اصل سعيد جايب لي فراخ وحشه جدا، يعني مش عارف، وانا جعان جدا. حتى بالاماره سابها لك كلها. ثلاث ثواني لبقيتك قصادي يا سعيد، هتشوف هعمل فيك ايه؟ منك كلها. فريدة عمت نايل. ايه الشياكة دي؟ يا سلام يا واد يا فروسة. مقفولة ولا مفتوحة؟ مالي فرحان قوي كده؟ يمكن عشان فوري جت بقى وهاخد الفلوس؟ شكلي حلو انا بضحك؟ لا امسك نفسك. الو حبيبتي، والله لسه كنت في سيرتك مع نفسي دلوقتي. اصلك وحشتني قوي. وانت كمان وحشتني قوي. انا خمس دقايق وهكون عندك. ماشي بس اوعى تتاخر. تعالي بس على الاوضه عشان عامل لك مفاجاه حلوه قوي. مفاجاه؟ لا طالما مفاجاه انا جاي حالا. باي. سيدي يا سيدي، ايه الشياكه دي كلها؟ ايه رايك يا غلاب؟ عريس بقى يعني؟ خلاص اقول مبروك وامن لي على المأذون من دلوقتي. لا اطمن، واخد خبر وفرحان اكتر منك. استريح لفين؟ تروح لسلمى، عايزين نتكلم في شويه ماديات كده. حلو قوي، ما تبخلش عليها باي حاجه، انت مهما دفعت دلوقتي انت الكسبان بعدين. لا 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 انا حاسس ان انا هحبها، وبعدين الموضوع مش مكسب وخساره وماديات وكده. صدق بالله نفس فلسفتي في الحياه، مسائل الماديه دي اخر حاجه افكر فيها. والله افتكرت كان في 3000 جنيه مصاريف نسائيه بس كده. لا بقول لك ايه، ده كده هتبوظ المود بتاعي. يلا بينا، يلا نروح لسنة. ان شاء الله اتفضل. 3000 جنيه ايه بقى؟ ايه؟ كنت قاعد انت وادهم ورا المكتب بتتودودوا على ايه؟ لا معلش، دي اسرار رجاله ومحرج عليا ما اقولهاش لجنس مخلوق. خساره يا سعيد، وانا اللي كنت ناويه ادي لك تبس لاول مره في حياتك. قولي والله. لا خلاص بقى، انت مش عايز تقول لي كنتوا مخبيين عليا ايه؟ اتوبيس عطل في المنيا وهرب منه خمس مجانين، اتنين منهم جايين هنا الغردقه. يا نهار ابيض، ايدك على التبس. تبس ايه؟ مين الاتنين المجانين دول؟ لما اعرف اقول لك، ويبقى لها حساب تاني. داري الورد، داري الورد، مش عايزين البت فريدة تبص لنا في الجوازه على قول سلمى طوالي. هي اللي نحسانه فعلا. هو مش ده مستر فارس؟ هو لابس كده ليه؟ هيكون ليه يعني؟ رايح يصطاد مثلا؟ انت عايز تقول ان هو هيتجوز الليله دي؟ عقبال ما تتجوزي انت كمان يا فريده. مين؟ ربنا هيشيل لك نصيبك، دي بنت حلال والف. هو هيتجوز مين؟ لما اعرف اقول لك، ويبقى لها حساب تاني.
عرفني ليه بحب الورد؟ لا ما هو باين من الرومانسية بتاعتك طبعا. الله مالوش ريحة. هو انت كنت عايزة ورد بريحة؟ لا خالص، انا اصلا ريحة الورد بتعمل لي حساسية. مش معقول، انا زيك بالظبط، انا قلبي كان حاسس. بصي بقى يا سلمى، يظهر ان في حاجات كتير مشتركة بيني وبينك. تشرب ايه بقى؟ لا ما انا مش جاي الضايف، انا فهمت منك في التليفون ان انا جاي اتفق على تفاصيل الجواز. صح. طيب ها عايزين ننزل بقى نشتري الشبكه. لا الشبكه دي هديه من العريس، انا ما اقدرش اختارها. ايه ده بتتكلمي جد؟ طب على الاقل اديني رينج اتحرك فيه. لا انا ما اقدرش احدد ثمنها برضو، يعني دي هديه. لا 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 انت بجد انت ملاك، انت كنت فين من زمان؟ بس ملحوقه ملحوقه خلاص كده. لا لسه فيه، لسه في المهر والمؤخر. المؤخر ده بقى انا مش هتكلم فيه خالص، انا اصلا ما اقدرش استغنى عنك، مش شايف حياتي من غيرك. انا مش هقدر على كده. طب والمهر؟ زيه زي الشبكه برضه ما اقدرش اتكلم فيهم. يعني سلمى انت كده بتحرجيني. لا انا كده بحبك. ايه 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 ده؟ مفيش حاجه. ايه يا بابا مالك؟ بصي خلي كلام الحب والحركات دي كلها بعد الجواز، بس بصي هنبقى حنينين شويه، يعني اهدى شويه كده. يلا بينا بقى، المأذون مستني. ماشي بس قبلها بس غمض عينك عشان عامل لك مفاجاه حلوه قوي. سلمى بقى سلمى، يعني بصي خلي الحاجات دي بعد الجواز هتبقى احلى. انا يعني انا مستعجل بس بعد الجواز. غمض عينك بقولك. حاضر.